اكتشفنا ان البلالين دي حاجه لطيفه جدا وحاجه بتساعدنا اهي. طيب ايه الليميتيشنز بتاعت البالون انجيوبلاستي؟ حسن كتير الكورونري فاسكولاريزيشن، هاويفر الالاستيك ريكويل والريستينوزس والريمودلنج كمان والريستينوز اللي هو كوز باي سيلولار بريفوريشن ار ميجر دروباكس اوف انجيوبلاستي. فالانتركورونري ستانتنج كانت الحل لانها شالت لي تو فاكتورز من الثلاثه، الالاستيك ريكويل وقلنا ايه المحاضره شيقه جدا وانت يعني شفت البلعوم دلوقتي. طيب ف وبالتالي الدعامات عملت ايه؟ الدعامات حسنت لي القصه دي. ولما نزل الدعامات دي الناس اللي نزلوا اول دعامات بير ميتال واول دعامات دراج ليوتن ستانس يحكوا لك كسبوا، والناس اللي كانت بتشتغل في الوقت ده كسبوا مكاسب خرافيه زي ما بيقولوها كده المصريين، يقول لك عملوه. وطبعا الاستنتاج حسنت لك الوضع في وجود ديسكشن، خش سيل، تخيل انت الديسكشن ومعاك بالونه بس كل سنه وانت طيب، قفل ما قفلش وانت شغال بروكسيمال ال اي دي. عشان كده زمان ما كانوش يشتغلوا تريكي ليجنز، ما كانوش يشتغلوا كومبلكس ليجنز، هو ميد ال اي دي وانت وانت نازل، فاهم قصدي؟ انما بروكسيمال تو بروكسيمال حصل ديسكشن هتعمل ايه؟ تقعد تعال جنبه. طب ولو مات؟ مصيبه. وكانت بالفعل البروسيدر الداخل مفقود والخارج مولود، اللي هي النهارده لما يحصل ديسكشن خلاص يا جماعه معانا واير جوه، قال لا يا ابني هات الدعامه كده نشقها ونخلص. صح؟ فالشغلانه بقت اسهل كتير بعد الدعامات، صح؟ وتو اليمينيت الالاستيك ريكويل. فبقت المشكله دلوقتي في وجود الدعامات ايه؟ النيو انتما بروليفريشن. بقى مين العيان وقعدوا سنين يتكلموا على الانستنت ريستينوزس، يا نهار ابيض هنعمل فيه ايه؟ يا متاخر هتتعلم. خلاص كل الناس عارفه. اي خبره. طيب. فبقت المشكله الاساسيه هي الانستنت ريستينوز. وفي حاجه كمان اكملنا الميتال ده فورين بادي، فكان يحصل انستنت كمان ايه؟ ثرومبوز. ففي مشكلتين. بدوا يعملوا يقعدوا يعملوا ايفوليوشن في الانتي بليتس، وقعدوا فتره ادوا انتي كوجولنتس في الاول، كانوا بيدوا ماريفان للعيانين دول، وبعدين لقوا ان القصه يا جماعه ده مش القصه، مش انتي كوجولنيشن، ده انتي بليتس. بدوا يشتغلوا نزلوا حاجه اسمها تيكلوبيدين. التيكلوبيدين ده كان دواء كويس قوي، بس كانت مشكلته بس بيعمل ابلاستيك انيميا، شويه حاجات بسيطه، الهيموجلوبين نزل والبليتس وقعت، كنا نقعد نفولو اب السي بي سي. وطب ولو ركبت دعامه وبعدين بعد كده لقيت التيكلوبيدين عمل ابلاستيك، كنا هنعمل ايه؟ يا نهار اسود. لحد ما نزل التيكلوبيدو جريل ده بقى كان اتوسع بقى، ومن ساعتها زهزهت. طيب لكن ستيل عندك مشكله، وهنتكلم في الكلام ده لسه بالتفصيل. خلينا في موضوعنا عشان ما ننتهش. برضه ده مش قصتنا قوي، نفس الرسومات اللي قلنا عليها دي، بس احنا جبناها شرحناها في الاول عشان تبقى في المكان. ايه فكره الدراج ريوتنج بالون؟ هما الناس لما جم حطوا دعامات والدعامات ابتدت تضيق، وبعدين نزلت الدعامات الدوائيه حطوها ولقوا فيها انسنس من العيانين كمان برضه بتضيق، فلقوا دي شغلانه رخمه قوي. احنا بنقول دي هنا عشان دي بس تبع البلالين، انما هي مكانها كان المفروض يبقى بعد الاستنتاج. انما خلينا نكمل. فلقوا كمان الدراج ريوتنج ستانس بتضيق، فدي حاجه بقت رخمه جدا. طب هنعمل ايه عشان ده يتحسن؟ قال طب انا اقول لك على حاجه، مش انت عايز تحط الاستنت عشان هي عليها ماتيريال، والماتيريال دي بتمنع النيو انتمال بروليفريشن؟ اه. قال له حلو، انا هحط لك الماتيريال دي على بالونه. فقاموا اختاروا لايبوفيليك ماتيريال عشان ترضى تو بنتريت التيشوز، وحطوها على السيرفس بتاع البالونه، وتخش حضرتك زي ما انت شايف كده، ادي البالونه وعليها ايه؟ طبعا الصور جميله جدا صح؟ البالونه اللي هي اللبني دي، حد شايف حاجه لبني؟ على الشمال، تخيل ان في حاجه لبني. وبعدين فوق في حاجه صفراء، وبعدين دخلت هي بتبتدي انت تنفخ البالونه دي عشان تروح لازق اللاير اللي على البالونه فين؟ في البلاك، وتنفخ شويه وتستنى لحد ما يحصل ايه؟ ديفيوجن للباكليتاكسل. وش معنى الباكليتاكسل؟ اكمنه هو الوحيد اللايبوفيليك اللي ممكن تو بنتريت في الوول جوه البلاك، وبعدين تروح مهوي البالونه وطالع. عملت انت ايه كده؟ عملت بيتس ايه عشان هي بالونه، وكمان عملت ريليز لايه؟ لماتيريال تمنع النيو انتمنت بروليفريشن. فكره حلوه. النتائج مش وحشه. فين تستخدم؟ تعالوا بصوا ده الايفوليوشن اوف بي سي ار. احنا من الاول خالص اول حاجه عملوها الريفاسكوليشن كان بالجراحه. بس انا مش عايز افتح صدر العيان، فقال لك طب تعالوا نعمل بالون انجيوبلاستي. البالون انجيوبلاستي عمل ايه؟ ديسكشن.
الديسكشن صلحوه بايه؟ بميتال ستنت. الميتال ستنت حصل فيه ايه؟ ظهر لهم ديزيز جديد اسمه ايه؟ كل ما صلحوا حاجه يطلع لهم حاجه، يطلع لهم انستنت ستينوز. انستنت ستينوز صلحوه بايه؟ ودراج يوتد ستنت طلع فيه ايه؟ ديزيز ثاني اسمه انستنت ريستينوزس، ودي ما انا سايبه. عملوا له ايه؟ دراج يوتينج بالون. وما زال هيظهر لنا حاجات ثانيه، لانه طبعا ما هو احنا عارفين ان احنا لو ملكنا الارض القيامه تقوم، فدي بشره خير ان لسه في مشاكل. بس عندنا وقت. فريستي نوزت ذا موجر درو باك اوف اول ستانس يوجوالي بير ميتال بات اولسو دراج ليوتنج يوجوالي نايس اكيوت تريتمنت بات ليس ساتسفاكتوري لونج تيرم ريزلتس بالبالون انجيوبلاستي والستنت انستنت تريتمنت. طبعا في ناس تقول لك ايه، انا احط بقى دعامه دوائيه جوه الدعامه العاديه. قال لك صح، انت مظبوط وابروف بالكلام ده بالجايد لاينز. طب في واحد يقول لك ايه، ده انا حطيت بير دراج ليوتنج ستنت، شغل السوق بقى، حط جواها واحده ثانيه. لا مش للدرجات دي بقى، ده اسمه كفر علني. اللي حط بير يعني دراج حصل لها انستنس نوز احط فيها بير، ده اسمه كفر علني. هو بيحصل على فكره بس مش صح يعني خالص. انما انا اقصد اقول لك واحد قال لك اه خد بالك ده اللي فاتت دي كانت سيرولومس، انا بقى هحط المره دي ايفرولومس. لحسن ده انا خدت فكره كده ان الاندوثيليوم بتاع العيان ده مش هيستجيب للسيرولومس، بس ان شاء الله هيستجيب لل، هحط لاير ثانيه اوف ميتال على اللاير الاولانيه. الحقيقه دراج يوتنج ستنت ات يوجوالي داز نوت ستينوز، والريستينوز ريت في الليترشر حوالين ال 2%، ما بين كل 100 عيان تركب يلاقي 2 بس ضيق. فانت الحقيقه لازم تسال سؤالك سؤال، هو ده ضيق ليه؟ لازم في تكنيكال، حاجه تكنيكال حياتك عملتها مش صح هي. وده الحقيقه وارد في شغلنا. ليه؟ لان انت يو دو نوت تيست اول ستانس باي ايفوس بوست. وبالتالي احنا قلنا التركه فين؟ التركه في الاوبوزيشن بتاع الستنت للايه؟ للول. هل انت بتشوفه ده بعينك؟ انت بتشوف انجيوجرافي. يعني الفاسل ممكن يكون زي ما الناس تقول لك ايه؟ يلا بقى نعمل ستنت بوست. ايه الستنت بوست ده؟ اللي بتدوس كده يعني والتكنيشن يدوس لك على بتاعه ويطلع لك الستنت مفروده قدامك. ويقول لك ده بور مانز ايفس. يعني ايه بور مانز ايفس؟ يعني يقول لك ده لما تشوف الدعامه مفروده تبقى انت عملت شغل حلو. طب حلو، انت نفخت دعامه فردتها وهي ثلاثه في فيسل ثلاثه وربع. عملت انت ايه؟ ولا حاجه. الدعامه دي عين صح؟ ولما تخش بالايفس تلاقيها ايه؟ تلاقيها فارقه عن الفيسل وول، في دم ماشي في النص، وتحط كلر وتشوف الدم بيجري صح؟ فاذا عشان كده البوست دايليتيشن از اكستريملي امبورتنت في الايه؟ في الدراج يوتنج ستنت. فانت لو شكيت ان الدراج يوتنج ستنت مش مفتوحه مظبوط، مش اوبوز مظبوط، لو شكيت بس انفخ. هيكلف العين اكتر، يكلف، ما هو دفع او شركته دفع. فالراشونال اوف ديفلوبمنت اوف دراج يوتنج بالون ديرايف مينلي من الليميتيشن بتاع دراج يوتنج ستانس. ومن غير ما نخش في تفاصيل، هو استخدامه دراج يوتنج بالون، خد بالك بقى البلالين فيها ميزه عموما انها توصل لحتت ما ينفعش البلالين الدعامات توصل لها. يعني فيري تورشوس ليجن الدعامه مش هتقدر تعدي، لكن البالونه ممكن تعدي. فانت ممكن تعمل بيت سي اي بالكلام القديم وانت حاطط عليها باكلي تاكسل بالكلام الجديد، فتبقى حصلت على ريزلتس قريبه من الدعامات في المكان اللي انت ما عرفتش تعدي فيه. ما ان فيري تورشوس فيسلز ان سمول فيسلز لونج ديفيوز بلاك، هتحط ستنت فين ولا فين؟ طبعا انا عارف ان في ناس بتحط الدعامه الاولانيه وبعدين الثانيه وبعدين تزق الثانيه جوه الاولانيه شويه عشان تحط الثالثه تبقى واصله يا دوب لحد الليفت مين، عشان يحط الرابعه بروتروزنج بره الليفت مين ويبقى فيها حتتين معلش بره، اصل المكان ما خدش اكتر من كده. يا ريت كانوا يعملوا شرايين اكتر ويحطوا بقى في الدياجونال وبعدين يرجع يخش السبتال يسفليت. بتعمل كده ولا لا؟ مش هشوف. بتشوفه. طيب وقلنا انه ده بيستخدم برضه في البريفيرال ارتيريال ديزيز، في البايفركيشن ليجنز. فزي ما قلنا انه البلالين دراج يوتنج بالونز هي لسه ليها استخدام. طيب وخلاص عرفنا الفكره انها ماتيريال، والماتيريال دي بنتريت وبيستخدم ليه الباكليتاكسل عشان هو لايبوفيليك. بصوا الرسمه دي بنقول ان البالونه لما اتنفخت عملت ايه؟ في جزء من البارتكلز دخل جوه البلاك، طبعا ديفنتلي في جزء هيمشي مع بلاد ستريم، هو يعني دخلت مش مدخلها بسهم يعني. ففي جزء من الماتيريال، الدوز محسوبه بحيث ان انت الدوز اللي تتحط جوه البلاك دي تبقى كافيه لانها تمنع انستنت ريستينوزس. والحقيقه انت البالونه دي بالمنطق كده ممكن تري انفليت هي مره واحده.
طب ولو الليجن 30 والبالونه 20 استخدمهاش؟ طب والحل ايه؟ هات بالونه 30. طب هم عندهم اطوال طويله؟ عندهم اطوال طويله عشان يغطي لك كل الحته اللي انت عايزها، مفهوم؟ لان الماتيريال وانس نفختها الماتيريال اللي عليها بعد كده بقت ايه؟ بالونه عاديه. طيب يا دكتور قول، هو بالنسبه لتحليلات الستين تيست بستعمل دراج ريدوكتنج بالدول ولا دراج ريدوكتنج ستنت؟ يعني انا النتائج دي احسن في الفعل دلوقتي تستخدم دراج ريدوكتنج ستنت الاول، ولو حصل لك ان ستنت ريستينوز تبقى تستخدم دراج ريدوكتنج بالدول. طيب. وعندك الاوبشن لو الفيسل سمول ما تحطش مور ميتال في سمول فيسل. بالنسبه يا باشا الوقت اللي هيحصل فيه ريليز الدراج في البالون اللي هو الوقت اللي انا هعمل فيه انفليشن وهسيبها كام ثانيه وخلاص، اما الستنت الوقت اللي هتفضل فيه الستنت على طول. ها يبقى كده بقى الاستينوز ثاني هيبقى اقل بكتير في الستنت؟ لا مش لازم، لان هم التكنولوجي المعمول معمول بالماده دي بالذات عشان ده هيبنتريت رابيدلي بدوس كبيره جوه، وهيفضل ده يعمل لك جوه زي ريزرفوار يبتدي هو يطلع لك الماتيريال، فاهم قصدي؟ فهي في الحقيقه انا جيت اديتك النهارده 100 جنيه وبكره 100 جنيه وبعده 100 جنيه وبعده 100 جنيه او اديتك 1000 جنيه دلوقتي، هي صح؟ بس انت بس شطارتك تصرف 100 جنيه كل يوم. طيب ايه الليميتيشن بتاع الدراج ريدوكتنج بالون؟ هي نفس زي البالونه بالظبط. اولا زي ما الدكتور بيقول فاريابيلتي في الفارماكوكاينتكس وكنترول اوف دوزنج دراجز، صح؟ ممكن يحصل كده نظريا، يعني كلام حلو، يعني هي هتخش بقى متقسمه والريزرفوار هنا يبقى قد هنا، طب الحته دي حطت فيها نيو انترنال بروفريشن الحته دي لا، المنطق بيقول انها مش تبقى زي الدعام، عشان كده هي لسه ما خدتش انديكيشن عنيف بالجايد لاينز الا في حالات ما انا صعب عليا استخدم دعامه او استخدام دعامه يبقى جنان. واحد حط بير ميتال ستنت في بروكسيمال ال اي دي من زمان جاله فيها انستنت سينوزس فحط فيها دراج اليوتيك ستنت فدائت الحقيقه، يعني خلي عنده دم يروح يعمل جراحه، انما ماشي خلينا معاك برضو للاخر، يبقى يحط لها دراج اليوتيك بالون عشان ما احطش بير وفوقيها دراج وفوقيها دراج، خلاص؟ فبالجايد لاينز هي بتستخدم في الانستنت ريستينوزس افتر بير ميتال ستنت، وفي الانديكيشن الثاني في الاماكن اللي ما تقدرش توصل لها دراج اليوتنج ستنت. وطبعا النتائج لسه في ناس بتقول انها فيري بروميسنج، في ناس بتقول لا انها، بس تبقوا عارفين يعني ايه دراج اليوتنج